السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حاخذكم الى معلم سياحي في مدينه لاهور وهو متحف لاهور. هذا هو متحف لاهور. انا الان في متحف لاهور. هذا المتحف افتتح في عام 1865 ايام الحقبه او الاستعمار البريطاني، من اشهر المعالم السياحيه في لاهور، ويمثل الحقبة الإسلامية والحقبة الاستعمارية وحقبة سلالة حكم المغول للهند. عندنا في مصحف مكتوب بالخط اليدوي أثر قديم جدا. هذا المتحف طبعا حاجات من قديمة جدا. ما زلت هنا في المتحف حق لاهور. فوق صورنا رسم بعض الزعماء، من ضمنهم في الشيخ زايد الله يرحمه، والملك فيصل الله يرحمه، وجعفر النمير، والعديد من حكام العرب. ما زلت بتجول في اجواء داخل الميوزيوم. ما شاء الله تبارك الله كبير. طبعا هذا مجسم لبشاهي موسك، اذا رحت انا وصورته بني عام 1673، كان يعد في وقته أكبر مسجد في العالم، 900,000 مصلي. هذا منظر المتحف من جوا. هذه القبة الجميلة، هذا أنا في متحف لاهور.